هاي سيارة أمير؟ أوف. يلا رفيف دخيلك استعجلي شوي، تأخرنا كتير مشان ما تحكي شي الست أسيل. إذا شافتنا هيك ما رح تخلي علينا كلمة. نورهان، معقول لهلأ عم تنظفوا؟ شو كنتوا عم تعملوا؟ ليكنا خلصنا، عم شيلون. تركيون، انتي شيليون عنا. يلا يلا. إجا شي الأستاذ أمير؟ الأستاذ أمير؟ لا، ما إجا لهون اليوم. هلأ شفت سيارته، كان برا. والله ما إجا اليوم، ما شفته صدقيني. طيب ماشي، يلا ما تلتهوا. يلا مدام مريم، كيفك؟ شكراً، الحمد لله كله منيح صراحة. نحن عملنا شغلة بدون ما نقلك، إن شاء الله ما تتضايقي. جبنا بنت جديدة، بس بصراحة ما ارتحت لها بنوم، ممكن تجي تشوفيها أنتي؟ بيكون كتير منيح هيك، معناتها ناطرينك بكرة. ما بيصير نستقبلها وإيدنا فاضية. نورهان، أنا طالعة عندي شغل. ماشي، مع السلامة. هلا هي هيك عطول بتضلها متوترة الصبح؟ دخيلك، هالمخلوقة ما حدا بيفهم مزاجها، خليها تروح أحسن. الله معه، منريح راسنا. اختي نورهان، فيني اطلع شوي طالما الست أسيل راحت؟ لوين يا بنت؟ رح روح على مركز البريد وارجع مشان عائشة. ايه، بما انه مشان عائشة روحي، بس ما تطولي. ماشي ماشي اختي، شكراً كتير. أنسى رفيف؟ أستاذ أمير؟ أماني لا تواخذني، بس كان عندي شغل ضروري وطلعت لحتى خلصه، رح أرجع فوراً وما بتأخر. ولا يهمك، خليني وصلك. لا شكراً أستاذ أمير، بروح لحالي. أنسى رفيف؟ لا تواخذيني، وينك لهلأ؟ لا تكوني مفكرة أنه شغلك برا. مبارح مرة واليوم مرة. إذا ما بدك تشتغلي منيح لأكل باب قدامك. أنا اللي بعدتها يا ست أسيل، راحت مشاني. وليش ما قلتي هالحكي من شوي؟ بصراحة هي شغلة خاصة، لهيك ما حكيت. عن جد؟ شو هالشغلة الخاصة؟ بخجل أحكي، ما تواخذيني. عملوا كترو، خلصيني فوتي. يلا لمشاهدة المزيد من الحلقات، لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.